شو هاد؟ شو اللي ما يصير معي؟ لك أنا وين رايح؟ مع مين ما أتعامل؟ الله يرحمك يا أبو عامر، الله يرحمك يا بيي. لو كنت عايش وقلت لك هالمعلومات كنت رح تصدقني؟ احترامي سيدي، لقيناها لفيروز. وين لقيتوها؟ اللي اعتقلها قسم شرطة الميدان. وليش اعتقلوها؟ سيدي لحد هلق ما بنعرف. طيب طلع لي رقم رئيس قسم الميدان. حاضر سيدي. أنا رح أشوف رئيس الفرع وأرجع. وبعدها عندي مشوار ضروري شغلة ساعتين. والمساء المساء بنحكي. هاليومين الجايين هني أصعب أيام حياتي. بدي عيونك مفتحة منيح يا أبو طارق، هالقد بدي العين مفتحة. إذا بيمرقوا هاليومين على خير رح نرتاح بعدين. عفوا سيدي، قبل ما تطلع بدي أحكي معك كلمتين لو سمحت. قول شو بدك. سيدي صحيح أنت فضلت علي بنقلتي معك لهون، بس عندي رغبة تسمعني بعيد عن كونك ضابط وأنا مساعد عندك. أحكي سيدي. بالبلد كل واحد مثل مكانك في عنده مستشار. أوه مستشار؟ عفوا سيدي، في شغلات بتصير بالبلد يعني واحد مثل عمرك بجوز ما يعرفها. أرجوك، السلطة لحالها ما بتكفي، وبرجوك إنك ما تستقل فيي. أنا صار عندي خدمة بهالسلك أكثر من 20 سنة، مشان هيك بعرف كل شاردة واردة، بعرفها مليح. أبو طارق هات من الآخر، شو بدك تقول؟ بدي إياك توثق فيها وتستشيرني بالأمور الكبيرة. رح استشيرك، رح استشيرك. هلا بس ارجع من المشوار نقعد ونحكي. سيدي أنا سترك وغطاك وإيدك اليمين، ولازم ندرس الأيام الجاية مليح. ندرس؟ والله صاير يا أبو طارق ما تحكي مثل المسؤولين الكبار. تعرف سيدي، كل مسؤول كبير بهالبلد في عنده أبو طارق.